هذه النفس تحتاج إلى ترويض. الترويض هذا يتم بكبت النفس. واذلالها. النفس ما الها حد تقف عنده. والنفس كما يقول الشاعر راغبة اذا رغبتها. كل ما واحد يروح مع نفسه النفس تطلب المزيد، كل ما واحد يخضع في موقف لقوته الشهويه، لقوته الغضبيه، لقوته الوهميه، هذه النفس جموحها يكون اكثر. وكل ما واحد يحاول كبت هذه النفس في المواقف حتى اذا الموقف يكون موقف مباح هذا يكون تضعيف لجموح هذه النفس لذلك واحد في المواقف ينبغي عليه أن يحاول أن يكبح هذه النفس حتى في بعض المباحات وإنما هي نفسي أروضها رياضة واحد لا يتصور أن هذه النفس خضعت هذه النفس مجال عندها الانسان عند حاله حسن الظن بذاته في تقييم لذاته عند محابات لذاته يصور انه من اولياء الله من المؤمنين الاخيار شو وقت يظهر عندما تعطيه القدرة بأي شكل من أشكال القدرة القدرة قد تكون رئاسة على دولة أو رئاسة في شركة أو حتى رئاسة في بيت هناك تظهر حقيقة النفس على واقعها لذلك واحد ينبغي عليه بمقدار الإمكان أن يحاول كبت هذه النفس ورياضة هذه النفس